السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم معاكم في فيديو جديد النهاردة عن لو التلاجة او الفريزر شغال ومفيش اي تبريد، بنروح عند كباس التلاجة او موتور التلاجة شغال معانا بيطلع صوت وفي حركة في الداخل، يبقى لكن مفيش اي تبريد في التلاجة نفسها. فده ليه كذا سبب هنعرفهم مع بعض. اول حاجة نتأكد منها ان الموتور بيشتغل وقت طويل، يعني الترموستات على درجة اعلى ما بيفصلش مثلا كل دقيقة او كل دقيقتين. لو بيفصل كل دقيقة او دقيقتين ممكن يكون التبريد بتاعه ضعيف جدا، لكن بيبقى فيه تبريد. اما لو مش شغال خالص او مفيش تبريد خالص، الموتور بتاعنا شغال وتمام، ليه صوت وفي حركة في الداخل لكن مفيش اي تبريد، ده بيكون ليه تلات اسباب. اول سبب سدد في دايرة الفريون. تاني سبب تفويت الموتور. تالت سبب التسريب. وهنتعرف على التلاتة مع بعض وازاي نعرفهم، التسريب والتفويت والسدد، ازاي نقدر نعرف التلاجة ايه السبب بتاعها او ايه المشكلة والحل بتاعها ازاي. اول حاجة لو عندنا بلف شحن او بلف خدمة زي دوت، بنقدر نعرف بنقيس من العداد الفريون بتاعنا موجود ولا لا، او نقدر نشوف في صوت بيطلع من الفريون جامد ولا لا. في اوقات لما يكون في سدد بيطلع معانا فريون لكن عند تشغيل الموتور بعد شوية لما تشغل التلاجة بتاعتنا ما نلاقيش يطلع صوت. ليه؟ لان الموتور بيضغط ومفيش سحب، مفيش حاجة بتوصل. فده لما ده بنتأكد ان هو سبب. وكمان بيحصل معانا مع العداد، يعني بنشوف العداد وقت فصلان الموتور والموتور واقف، بعدها بعد ما نفصل التلاجة بتاعتنا مثلا 5 دقايق بنشوف الشحن بنلاقي فريون، وبعد تشغيله ما بنلاقيش فريون، بنلاقي العداد نزل تحت الصفر. يبقى ده سدد اكيد، لان الفريون بيخرج من الدايرة بيوصل للشبكة وبيقف في مكان معين مثلا عند المبخر او عند الفلتر في مكان الضغط، فما بيبقاش فيه سحب فبيسحب من العداد بيوصله تحت الصفر. وكمان ضغط الفريون لما بنشوف فيه فريون من البلف بنلاقي وقت تشغيل مفيش فريون بيطلع، ووقت وقوف الفريون معانا بيطلع. طيب ده لو في بلف شحن. معظم التلاجات ما بيكونش فيها بلف شحن. اول حاجه لو هنستخدم بنسة الامبير، فبنسة الامبير في الثلاث حالات تفويت او سدد او تسريب بيدينا امبير اقل، فبنسة الامبير مش هتفيدنا كتير. طيب ايه العلامات اللي نقدر نعرف بيها؟ اول حاجة بنشغل الضغط، واول ما نشغله في البداية خالص تكون التلاجة فاصلة ريحت مثلا دقيقتين او ثلاثة او خمسة، بنبدأ نشغل. اول ما نشغله بنشوف موتور الماسورة بتاع الطرد اللي هي واصلة للشبكة بتسخن معانا. لو بتسخن وبعدين ترجع تفصل يبقى ده سدد، لان الضغط بيطلع، ضغط الفريون بيطلع لكن ما بيلاقيش مكان تاني يكمل، فما بيبقاش فيه ضغط خالص فبيسخن في البداية بس، وده لو سدد جزئي، يعني لو سدد بسيط. اما لو سدد جامد وقريب من الشبكة فالسخونية بتبقى ضعيفة جدا. طيب لو تسريب، ده بالنسبة للسدد. لو تسريب كمان السدد، قبل ما نقول على التسريب، الضاغط بيكون سخن جدا، دي علامة من علامات، يعني نشغله بعدها 5 دقايق او 10 دقايق بنلاقيه بدأ السخونية جامد، ده السدد. التسريب اول حاجة بنشوفها معانا اللحامات، لو في اي لحامات عندنا عليها زيت
او نزول زيت او اي حاجه كده زي الزيت، فده يكون مكان التسريب. فدي لو لقينا على اللحمات اي حاجه زي كده بسيط فده بيكون التسريب. نشوف دايما اللحمات وبدايه وصول المواسير ببعض، لان دي اغلب مكان بيكون فيه التسريب، بيكون تسريب لحمات. طيب لو مفيش لحمات ممكن التسريب يكون في المبخر او في اماكن تانية، اليودر او المواسير اللي داخل التلاجة او الديب فريزر، فما بيكونش باينة. فده اللي احنا نقدر نشوفه بس. لكن لو قطعنا، لو قطعنا ما لقيناش فريون خالص، ما لقيناش، لو قطعنا المواسير ما لقيناش فريون خالص بيخرج، فده بنتأكد انه سدد. اما التفويت، التفويت بيكون نفس الاعراض، بيكون نحط ايدينا على الشبكة مفيش اي سخونية موجودة، او لو التفويت قليل بيكون سخونية بسيطة جدا. لكن في كده مشكلة ان اعراض التسريب قريبة من اعراض التفويت، او التلاتة ممكن يكونوا قريبين من بعض. ايه الحل اللي احنا نتأكد منه ان كبس الموتور دوت كويس او مفوت شوية او المشكلة في التسريب؟ فدي لازم نقطع المواسير علشان نجرب. طبعا لازم لو انت فني بتقول لصاحب التلاجة او صاحب الديب فريزر ده احتمال تسريب او تفويت، فلازم نقطع علشان نحدد العطل بالظبط علشان نتأكد. طيب لما نيجي نقطع بنلاقي الفريون طلع معانا، يبقى نشك في التسريب. طب لو شكينا في التسريب بنقيس بالعداد، بنشوف ضغط الموتور، لما يوصل معانا ل 250 يبقى كده الموتور كويس، اقل من كده بيبدا في تفويت بسيط، اقل خالص بيبدا تفويت، يبقى حل الموتور دوت لازم يتغير لما يكون في تفويت، لانه خلاص مش هينفع يضغط الفريون، وخصوصا بيتجرب مع ضغط جامد. يعني احنا ممكن نضغط بايدينا يضغط معانا كويس، لكن مع الضغط الجامد ومع الاستمرار بيبقى في التفويت دوت بيحصل. فبنجرب بالعداد، لازم يوصل معانا العداد، يعني بنوصل العداد الشحن باخر الشبكة، ولازم يوصل معانا ل 250، يبقى كده الموتور بتاعنا تمام. طيب ولما يبقى ده بعد ما فكينا، ده اختبار التفويت الموتور. طيب التسريب، تسريب طبعا لو فتحنا لقينا الفريون كامل بيبقى مش تسريب، لو لقينا فريون بسيط او مفيش فريون خالص ده بيبقى تسريب. بس مش هتقدر تحكم مكان الفريون بالظبط. فايه الحل علشان تتأكد ان هو تسريب، او مش هتقدر تحكم كمية الفريون بالظبط؟ فلازم تضغط كل حاجة، برضو عداد الشحن بتشوفه على الشبكة، بعدين بتشوف على اليودر، بعدين بتشوف على المبخر او الفريزر بتاعنا علشان تقدر تحكم فيه. تحطه طبعا على 150 او على 200 على حسب الحجم بتاعه، وبعدين بتسيب العداد ليوم كامل. لو نزل العداد يبقى كده تسريب اكيد، فكده نقدر نفرق بين التسريب والتفويت والسدد، ونقدر نحل اي حاجة معانا. طبعا السدد حله ان هو يتنضف بفريون خاص بالتنظيف زي فريون 11 او فريون 22، او ممكن بالنيتروجين وبعدين فريون. فده الحلول بتاع السدد والتسريب والتفويت، وازاي نقدر نكتشفهم ونحلهم. شكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.